رسائله وردوده كان ينكر التكفير، ودائما له عبارة يقول: يقولون عنا كذا وكذا، والله يعلم أن هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم، نحن على منهج أهل السنة، على ما عليه الأئمة الأربعة، ويكثر هذا في الرسائل، وهذا كلام جميل. لكن المشكلة أنك تجد بعد 4 أو 10 أسطر يأتيك التكفير للعموم والشمول بكل وضوح وبكل بيان. فكأن هذه الموجودة الأولى هي عبارات مما كان يعانيه الشيخ ويعاني أتباعه من النقد، كانوا يعانون من نقد شديد ومن استهزاء شديد، وأحيانا حتى بعض الناس صار يقابلهم تكفيرا بتكفير، يقول: أنتم تقولون عنه كفار، لا أنتم الكفار. فكان الشيخ يعطي أتباعه هذه الكلمات العامة الفضفاضة كي يأخذوها في مواجهة الآخرين. يعني يقول لك في بعض الأحيان: أنا لا أكفر إلا المشركين. طب من هم المشركون؟ فيأخذها الأتباع مثل العبارات التي تأتي معنا الآن، يعني أنا على مذهب أهل السنة والجماعة، أنا لا أكفر أحد. فيجي يقول لك: انظر شوف الشيخ لا يكفر أحد. لكن البحث لا يقتضي ذلك، نحن نقرأ ما أتى فيما بعد، نحن أيضا نقرأ تاريخ الشيخ تطبيقه العملي، لا نأخذ فقط الكلام، أيضا كيف التطبيق العملي الذي حصل، وأيضا كما قلنا التنظير العلمي الواضح الصريح في نواقض الإسلام لا يدع مجال لأي اختلاف. يقول الشيخ في رسالة إلى إسماعيل الجراعي، وهي موجودة في الدرر السنية في المجلد الأول صفحة 100، يقول في أول الرسالة: وأما القول أننا نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا الدين، ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا نموذج كما قلت لكم للإنكار الذي ينكره. وبالمناسبة ترى لا يوجد أي شخص ينتحل الفكر التكفيري قديما أو حديثا يقول عن نفسي أنا تكفيري، أو يقول أنا متوسع في التكفير، أبدا. لا سمعناها من أي أحد، حتى من المعاصرين اليوم بن لادن وقتها، ولا جماعة داعش اليوم لو تسألهم يقول لك: احنا ما احنا تكفيرين، احنا لا نكفر أحدا. هكذا ليش؟ لأنه أحيانا هي مراوغة من هؤلاء الذين ينسب لهم ذلك، وأحيانا أنه عدم وعي بالنفس يكون هو صادق فعلا، هو لا يرى نفسه مكفرا، هو ما عنده وعي كامل بالشيء الذي يفعله، هو يرى أنه ملتزم بالقرآن والسنة ومؤمن حقيقة بفكره ومذهبه ويعمل ذلك. فأنا لا يعنيني هنا هذا الكلام، يعنيني التطبيق العملي، وأيضاً الكلام كما سوف تشاهدون الآن. أيضاً قال في رسالة لعموم المسلمين في الدرر السنية في المجلد الأول صفحة 64، أيضاً بدأ الرسالة بقوله: أخبركم ولله الحمد، عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم الدين. كلام جميل، وكأنه يقول لك: أنا أيضاً لم أأتي بجديد، أنا كل ما قلته لو رجعت إلى الأئمة الأربعة وكذا ستجده موجودا عندهم. حقيقة هذا الكلام أيضا غير صحيح، لكن انظر بنفسك وشاهد، لأن الأئمة الأربعة لم يكفروا بهذه الأمور التي يذكرها الشيخ، هم يذكروها في المحرمات، يذكروها في المعاصي، حتى ابن تيمية نفسه الذي هو ينقل عنه، ابن تيمية يذكرها في معرض حديثه عن المحرمات كالنذر لغير الله وغير ذلك، يذكرها في معرض المحرمات، ما ذكر باب الكفر الأكبر نهائيا. ثم أتى الآن في الرسالة، هذا أولها، بعد الرسالة بأسطر قال: واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدعون الملائكة والأولياء والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب إليهم. يعني يقول المشركين موجودين في زماننا، من المشركين في زمانهم؟ الذين حاربهم وقاتلهم، من هم؟ ألوف مؤلفة، هؤلاء يقول أسوأ من الكفار اللي كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أسوأ من كفار قريش